عليكم ورحمه الله وبركاته. هاني نوريكم التيزانه اللي غرسناها المره اللي فاتت، قلت لكم شوفوا هاي كبرت. ها يعني شوفوا، نوريكم دوكا كيفاش نقلوها، كيفاش نقلوها. هنا ما نقلوهاش من هذو العراف الرقاق، ها، وما نزبروهاش باش نقلوه، لا نزبروها. ندو وحده من هذو هكا، هذه ها وجدت لها حفرت لها هكا، ها غير هكذا غير في يمها. شوف ها ما نقصوهاش، نخلوها لاصقه ونغرسوها. ها طبعوا مليح باش كي تشربوها ما تطلعش. هذه تنوضو كدير العروق، كدير العروق تشوفوها شدت روحها، لا حاولي راح بأربع شهور ولا خمس شهور من بعد باش تقصوها منا، تكون صيدلت العروق إن شاء الله. تقدري ديريها معاها حداها ولا تجيبي بو واحد آخر وتنقليها في بو واحد آخر باش تبعديها. مريها هذه السلامة.